اذا هذا عندي هون الزد بلين، عملنا مابينج من الاس بلين للزد بلين، اي نقطة على هذه هون بتمثل زد. لاحظوا زد ممكن تكون ريل وممكن تكون كومبلكس، مظبوط؟ وين زد بتكون ريل؟ اذا كانت لانه هذا الاكسس ريل وهذا الاكسس ايماجينري، اي نقطة لزد هون كومبلكس. زد ممكن تكون داخل الدائرة ممكن تكون خارج الدائرة، اذا كانت داخل الدائرة بتكون السيستم ستيبل، اذا خارج الدائرة بتكون السيستم انستيبل، واذا كانت على الخط هذا بتكون مارجنالي او كريتيكال ستيبل. وبعض سيستم تتذكروا حكينا عنها، بعض سيستمز موجود البولز تبعتهم على الجي اوميجا اكسس في الاس بي ممكن تكون بي بوستي بي بون ستيبل، مش باوندد انبوت باوندد اوت، تذكرين حكينا. هلا انا ممكن اجيب زد من الترانسفير فانكشن، ممكن اطلع زد هون، يعني مثلا خلينا ناخذ قيمه لزد، اي مثل خلينا ناخذ نص ونص، يعني لو انا عندي زد بالبول بيساوي 0.5 زائد 0.5 جي، طبعا هو راح يكون 0.5 بلس ماينس 0.5 جي. 0.5 ريل مش هيك؟ وين الريل اكسس؟ على الاكس. هي اذا بدي امشي من هون وين الزيرو؟ هي عندي 1.5 واحد، لاحظوا الواحد هيها جاي هون. هي النص، فبدي ارفع خط من النص، مضبوط؟ بتقاطع هون بكمل، بعدين بدي نص ايماجينري، وين ايماجينري اكسس؟ هي هيك تقريبا هون. بدي اخذ منه نص، وين الزيرو تبعه؟ هاي 0.2، هاي الزيرو. بدي اطلع هاي 0.2، هاي 0.6 تقريبا هون، 0.2 0.4 0.6 هاي تقريبا 0.5. اذا وين زد؟ راح يكون عندي زد هون، وفي عندي زد ثاني راح تكون او اذا عشانهم بولز، اذا فرضنا انهم بولز تمام؟ اذا هذه زد قيمة زد جزء منها ايماجينري. هل السيستم هذا ستيبل اول شيء؟ زد تاني له مش واحد، معناه هو اندر دامت ولا اوفر دامت؟ اندر دامت، لانه طلع عن الاكسس اللي هون، اذا هذا السيستم اندر دامت، ما دام اندر دامت ايش في له؟ اذا قلنا سيستم اندر دامت ايش بقدر احكي عنه؟ عن اوميجا ان وايش؟ وعن زيتا، إذا في له اوفر شوت، قديش قيمة الاوفر شوت؟ كنا هناك شو نعمل بالاس بلين؟ ناخذ الزاوية تبعت بيتا مش هيك؟ ناخذ كنا بالاس بلين شو نعمل لما نعرف عندي تو بولز هون شو كنت أعمل؟ أوصل خط أطلع بيتا وشو أعمل في بيتا؟ كوساين انفرس بيتا مش هيك؟ أو كوساين بيتا تعطيني زيتا وأعرف منها الاوفر شوت وأحسب بعدين حساب الاوفر شوت. هون شو بدي أضطر أعمل؟ كيف أطلع زيتا الآن من هون؟ موجود تمام بدي خلص بقراهم قراءه، وين قيم زيت؟ نطلع هلا هم عاملينهم ليبلنج، هم مش عاملينهم بس نفس الشيء. هاي 0.9 اذا هاي ايش راح تكون؟ 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 اذا هو تقريبا جاي ما بين خط ال 0.4 بس اقرب لخط 0.5، اذا زيته تقريبا 0.5. قديش الاوفر شوت؟ شو القانون؟ تذكرني شو القانون؟ ام بي بيرسنت بيساوي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على واحد ماينس زيتا سكوير، مش هيك؟ بحسبها وصار عندي هيك اوفر شوت، بطلعه مباشره من هاي الشارت. لاحظوا الحلو بهاي الشارت انها ما بتتغير من سيستم لسيستم. عملت لها نورماليزيشن، كاني عملت لها نورماليزيشن، حولنا لانه عندي النايكوست، من النايكوست كرايتيريا تحددت الاوميجا ان الها، فهون اوميجا ان وقفنا عند اوميجا اس على 2، اوميجا اس على 2 اللي هي باي على 2. طيب اوميجا ان قديش؟ وين خطوط اوميجا ان؟ هي هاي هي خط، هذا 0.1 باي على تي، هذا 0.2 هذا 0.3، اذا هو جاي تقريبا ما بين 0.2 0.3، تقديرا انا بقول ممكن حوالي 0.23 او 0.24، خلينا نقول 0.23. إذا أوميجا إن بتساوي 0.23 باي على تي، إيش لازم أعرف الآن؟ تي، خلينا نفترض إنه تي واحد، قديش تطلع أوميجا إن عندي؟ 0.23 باي، حددوا 0.23 في باي، وإيش بتطلع وحدتها أوميجا إن؟ شو بقدر أطلع الآن كمان؟ أوميجا دي، أوميجا دي ممتاز، أوميجا دي شو بتساوي؟ أوميجا إن، أوميجا إن في جذر واحد ماينس زيتا سكوير. طب اذا طلعت اوميجا دي شو بستفيد منها؟ شو بستفيد من اوميجا دي؟
تايم تو بيك. واذا طلعت بعدين ايش كمان بقدر اطلع؟ سيتلينج تايم. مش صار عندي زيتا واوميجا ان معروفين؟ اذا ضربت زيتا في اوميجا ان شو بعطوني؟ سيتلينج تايم. يعني واحد على تايم كونستانت بضربه بخمسه بعطيني السيتلينج تايم. اذا بقدر استعمل هاي الشارت الان لو انا عرفت زد. زد ايش زد اللي انا طلعتها هون؟ هاي من وين جبتها؟ ايش هذا زد اللي هون؟ قيمة زد اللي انا طلعتها هون شو هي؟ البولز. تمام. البولز تبعت السيستم تبعت الزد ترانسفير فانكشن اللي كانت موجوده. اذا الطريقه اللي بدنا نحل فيها الان بس سهله جدا. بدنا نطلع البولز تبعت الترانسفير فانكشن او البولز ترانسفير فانكشن تبعت الزد السيستم مضبوط؟ بعدين شو بدنا نعمل؟ اذا طلعناهم هذول بقدر اطلع موقعهم على الزد بلين. هلا انا بدي افترض انه السيستم اصلا ستيبل، يعني مش معقول انا ابدا بسيستم انستيبل. ممكن انا اعطيك شيء غريب او يكون عندك غريب شيء سيستم انستيبل وزد قيمتها 20 او 30. مش رح اقدر اوصل لها اصلا. فاحنا مفترضين احنا بادئين من سيستم ستيبل. اذا ما دام ستيبل معناها زد داخل الدائره، اذا قيمه زد رح تكون في مكان ما هون. اذا كان السيستم اوفر دامت رح تكون زد هون، يعني ايش رح تكون زد الها بس؟ ريل بارت. اذا زد كان لها ريل بارت معناها هي بس هون موجوده. اذا كان لها اذا كانها كومبلكس معناها رح تكون في مكان ما هون. انا عندي الاحداثي الاكس، احداثي الاكس هو الريل، الاحداثي الايماجينري هو المعامل جي، بطلع زد هون. هلا عادة زي ما كان عندي بهذاك السيستم، زي ما كان عندي كومبلكس كونجيكت بير، عندي نفس الشيء، ما راح يختفوا البول. عندي كومبلكس كونجيكت بير مش هيك؟ اي اندر دام سيستم ايش لازم يكون له؟ سكند اوردر اندر دام سيستم. كومبلكس كونجيكت بير. لو انه اوفر دام كان راح يكون له في تو ريل بولز، تو ريل بولز راح يكونوا موجودين هون على هذا الاكسس. خلينا الان نحل مثال.